أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الجميل نار نور. أنا بشكر الرب جدا لأجل وجودنا مع بعض ولأجل الرب الرائع اللي بيرتب لنا فرص جميلة جدا علشان نحكي عن أروع وأعظم قصة حب في الوجود، قصة الحب العجيب اللي ظهرت بشكل غير عادي في صليب المسيح. حلقتنا بعنوان مميز، وكمان من دواعي سروري انه الضيف او الضيفة تكون مميزة جدا جدا جدا. كتير بنسمع عن ناس في الكتاب المقدس وناس في التاريخ انهم قدموا حياتهم للمسيح وعاشوا التكريس الحقيقي وعاشوا وقدموا حياتهم في حب المسيح، لكن كتير الناس بتقول ده كلام وده تاريخ. لكن لما نشوف نموذج حقيقي عن تكريس فتاة مصرية استطاعت أن تقدم حياتها للرب. أنا من دواعي سروري أن تكون معانا الأخت الفاضلة ماريا ألفونس المرسلة في جنوب السودان. أهلا بك يا ماريا معانا. أهلا بك يا النهاردة في حلقة نرى نور، والحلقة بعنوان في حب المسيح. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا جون. إيه رأيك النهاردة إحنا هنتكلم عن في حب المسيح؟ إيه وده السؤال اللي النهاردة نفسي أسألك ونفسي تكلمي فيه المشاهدين، ونفسي كل اللي النهاردة هيسمعنا استعد. النهاردة الحلقة قوية جدا والحلقة مؤثرة جدا، والحلقة الرب النهاردة هيزور كل محبة فترت وكل حياة روحية إبليس أصابك بالإحباط. تأكد تماما لو أنت بتسمعنا الرب هيباركك جدا. نفسي يا ماريا في البداية بعد ما رحبنا بيك نفسي أسمع منك. كتير ناس بتسمع عن ناس بتقدم حياتها لأجل الرب، ايه الدافع اللي بيدفع الناس علشان خاطر تخطي خطوات كبيرة مع الرب؟ وانا شايف بصراحة كده وانا بسمع عنك وبسمع عن ماريا، ويمكن شفت بعناية مخاطر وصعوبة الخدمة وصعوبة القرار اللي انت خدتيه بذهابك للخدمة في جنوب السودان. ايه الدافع؟ الدافع وراء محبتنا للرب وراء تقديم حياتنا للرب هو الكلام اللي جه في كورنثوس الثانية، لما الكتاب قال كده بولس قال الكلام ده. قال لأن محبة المسيح تحصرنا، من أجل ذلك نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات من أجل الجميع فالجميع إذن ماتوا كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. وأنا بحس ده الوقود اللي بيخلينا نعرف نكمل بنحب الرب للآخر، بنقدم محبة كاملة للرب، بنقدم تكريس صادق للرب، بنتبعه تبعية حقيقية وبنخدمه نابع من محبة صادقة في قلبنا ليه. انعكاس المحبة ده جاي من محبة كاملة هو قدمها على الصليب. انت شايفة ان ده هو الدافع، لكن انا عايز اعرف يعني انت خدت القرار ده ازاي؟ ازاي بنت يعني في سن 21، واعتقد يعني سن 21 يبقى لسه ما طلعتيش من سن المراهقه، ازاي قدرتي تاخدي القرار دوت بان انت تسيبي البيت وتسيبي الاستقرار وتسيبي دوائر الراحه بتاعتك وتقولي انا في حب المسيح هروح اخدم المسيح في مكان صعب، في مكان فيه حروب، في مكان فيه عدم استقرار، في حاجات احتياجات اساسيه مش موجوده؟ فعايز نعرف منك يا ماريا ان كان ده قدرت تعمليه في حب المسيح، ايه اللي اثرك في حب المسيح؟ النموذج ده ابهرني. نموذج شخص المسيح اللي قدم حياته للاخر، اللي قدم دمه لغايه اخر قطره علشاننا، واللي قال عن نفسه كده انه ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتموت فهي تبقى وحدها، لكن ان ماتت هتاتي بثمر كتير. وكان عندي في قلبي الغيره، يا رب انا عايزه اشوف ثمر كتير زي ما انت كنت النموذج في المحبه الكامله اللي قدمت حياتك كحبه حنطه وقعت في الارض وماتت واتت بثمر كتير، واحنا جزء من الثمر ده العظيم اللي انت اتيت بيه نتاج عملك وصليبك. والنهارده ده الدور، ده دورنا، الدور جه علينا، وكانه الرب عايز يشوف امتداد لعمله والارساليته على الارض. ارساليه المسيح على الارض خلصت بعد قيامته وصعوده، بس هي الحقيقه فعليا هي ما خلصتش. الكنيسه والجسد اللي احنا كل حد فينا جزء منه، احنا امتداد لارساليته على الارض، ومن حقه يشوف ان حياه كل مؤمن فينا على الارض شبه الحياه اللي هو عايش، امتداد للعمل اللي هو بداه من 2000 سنه. عمل المسيح على الصليب لو احنا بصينا له من المنظور اللي يخلينا نشوف ان الاب قدم ابنه على الصليب. في زمان
ترنيمة كنت بحب أرنمها زمان يمكن وإحنا بناخد فرصة صلاة لأجل انطلاقك للخدمة في السودان، معرفش تفتكريها ولا لا. الترنيمة دي بتقول: أعطى لنا ابنه الوحيد، ألا نضحي بالزهيد؟ إن كان الله في عظمته أعطى لنا أفضل ما في السماء، لأردأ من هم على الأرض. إيه حب تاني أعظم من كده؟ المسيح نفسه قال: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. قدام المحبة دي، هل المحبة أو محبة المسيح تعرف تقودني المحبة مكلفة؟ تعرف تقودني المحبة فيها أقبل إن أنا أدفع ثمن كبير قدام محبة المسيح؟ أنا بصراحة يعني نفسي أسمع منك اختبارات، ونفسي المشاهدين متشوقين جدا، ومن يعني من الفيدباك اللي حاصل على الفيسبوك الناس كلها متشوقة تشوف ماريا ألفونس اللي عايشة في السودان واللي رب استخدمها استخدام عظيم. إيه تاني اللي جذبك في محبة المسيح؟ يعني أنا شايفة من وجهة نظري إن مفيش أي تضحيات إحنا ممكن نقدمها علشان الرب ونسميها تضحيات. مفيش أي حاجة ممكن نسيبها علشان الرب ونقول إن إحنا تنازلنا وضحينا. مفيش. هو قدم الكل، هو عمل أقصى حاجة ممكن المحبة تعملها، هو اتكلف أكبر تكلفة ممكن محبة في الوجود تتكلفها. كل حاجة إحنا بنقدمها، يعني أنا دايما أقول إحنا بندي للرب بالمعلقة بيدينا بالمغرفة. إحنا مش بنضحي ولا حاجة، إحنا مش بنسيب ولا حاجة. وإن كنا بندي للرب حياتنا إحنا كسبانين قدام ده، ده حقه. دي أبسط حاجة ممكن نعملها قدام محبة مذهلة، محبة مبهرة هو أثر قلبنا بيها. عنده حق بولس لما قال: لأن محبة المسيح تحصرني. هو حصار فعلا. واحد قال تعبير عجبني على محبة المسيح تحصرنا، قال إنه كلمة تحصرنا دي في اليوناني جت بمعنى جميل، جت بنفس المعنى اللي جت عن حماة بطرس لما قال: اعترتها حمى وكأنها تملكتها الحمى. وأنا أعتقد دي محبة المسيح، بتتملك الشخص. لما الشخص يدوب في محبة الرب، واحد قال عبارة زمان أثرت فيها جدا، قال: المحبة تنزع الألم من التضحية. يعني الواحد وهو بيضحي في محبة المسيح، في حب المسيح، وهو بيقدم مش شاحب ألم. ليه؟ أصل هو شايف في الحب العظيم اللي بان في الصليب، قصة الحب العجيب اللي بانت في الصليب، ويشوف اللي قدمه المسيح لأجله على الصليب تهون عليه أي حاجة تاني. ومن أجلك كل تضحية تهون. عايز برضك أركز كده معاكي في حتة إنه أيوة، يعني بصراحة كده، يعني أنا قاعد كده مبهور. خدتي القرار ده ازاي؟ خدتي القرار انك تسيبي اماكن استقرارك واماكن الامان بتاعتك وتقولي للدعوة الالهية لحياتك وتحقق الوجود الالهي الحقيقي لحياتك وتاخدي القرار بانك انت تروحي جنوب السودان. خدتي القرار ده ازاي؟ ايه الصراع اللي انت كنت فيه؟ الموضوع خد مراحل كتير قوي، بس يمكن المرحلة الأولى هي الفكرة اللي احنا كنا بنحكي عنها دلوقتي. كان ربنا كأنه بيجي بحصار، بيحاصرني بمحبته، بيحاصرني بحضوره، بيحاصرني باللي في قلبه. واللي في قلب الرب لينا كمؤمنين انه حلمنا يدوب في حلمه، وانه ما يبقاش عندي أجندتي الشخصية اللي انا بعيش بيها، وانا عندي أحلامي وعندي رغباتي، بس الرب بيمشي معانا مشوار، عايز يمشي معانا المشوار ده، ان تدوب أحلامك انت الشخصية في أحلام الرب، وان تدوب رغباتي في رغبات الرب. انا مش عايز حاجة رب من الدنيا، انا مش عايز حاجة من عمري غير اني اكرمك، غير اني اعيش لك، غير اني احقق جزء صغير قوي من مشروعك العظيم في العالم كله. افتكرت وانت بتتكلمي دلوقتي عبارة قالها جيم إليود لما كان رايح للقبيلة اللي في الإكوادور دي غالبا علشان يقدم رسالة المسيح للناس هناك. قال العبارة دي، هو كان عارف ورايح المكان ده أنه ممكن في أي وقت من الأوقات حياته تنتهي في طريق محبته للرب. فقال العبارة دي، افتكرتها النهاردة وكتبتها: ليس غبيا من يضحي بما لا يستطيع أن يحتفظ به لكي يربح ما لا يمكن أن يفقده. أعتقد أنه مش غباء أنك تضحي بحاجات ممكن تفقدها في سبيل أنك تربح شخص مش ممكن أبدا تفقده. أو بلغة الكتاب: فاختارت مريم، أو أقول اختارت ماريا، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وده لهيب، ده لهيب، ده اللي بيخلي قلبي يولع نار ويخليني أقدم حياتي بالكامل للرب. عندي سؤال ليكي تاني يا مريم.
إن كان محبة المسيح هي اللي عملت جواك الحالة دي اللي احنا شايفينها قدامنا، وعرفت تاخد القرار وتقولي لأ لكل المغريات اللي كانت قدامك معطلة للدعوة بتاعتك، وقلتي أنا مصرة، لكن أنا بصراحة كده أنا سامع في اختبار اسمه الشنطة أو حاجة، مش يعني مش قادر، يعني اللي حكى لي قال لي لازم تسألها في اختبار الشنطة. إيه موضوع الشنطة ده؟ أنا لما ربنا كلمني عن خدمة أطفال الشوارع والأيتام في جنوب السودان، وربنا اتكلم بوضوح شديد وبنار جوه قلبي مش عارفه اطفيها، بحاول اهرب من الحصار ده، وربنا بيتكلم بالكلمات دي: اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد لاجل نفس اطفالك المغشي عليهم من الجوع في راس كل شارع. وصل لقلبي قوي ان في قلب ربنا ينقذ مئات والاف من الاطفال ومن الناس الكبار اللي عايشين في ظلام دامس، اللي مش عارفين حاجه، مش عارفين يمينهم من شمالهم. احنا في كنايسنا في مصر يمكن عندنا ثراء روحي وغنى روحي ووفره روحيه، بس ده مش متوفر في اماكن كتيره من العالم. في ناس كتيره لغايه النهارده النهارده ما سمعتش عن مجيء المسيح من 2000 سنه، ما تعرفش ان المسيح مات علشانها، ما تعرفش عن قصه الفداء والصليب. ولما رحت اول مره جنوب السودان بناء على الصوت اللي عمال يملا قلبي والنار اللي عماله تضرم جوايا، ومش عارفه زي ما سميث قال الدعوه هي الحاح الهي، ضغط مستمر، تثقل لا يمكن مقاومته. حقيقي لما ربي يحط حلم او رؤيه او بذره صغيره، يمكن الدعوه بتبدا ببذره او فكره صغيره رب بيرميها جوه قلبك كده، بيفضل يزيد لغايه ما يبقى الواحد في وقت مش عارف يهرب منه. بعد ما اتحركت للجنوب اول مره قلت له: يا رب انا وصلت للمكان اللي انت دعيتني ليه، انا وصلت لجوبه. وصلت جوبه قررت اخذت اجازه من الشغل، وقررت اني اروح لمده كنت حاجزه اكتر من شهر. يعني كنت موظفه؟ انا كنت بشتغل مدرسة لغة المانية في مدرسة لغات، واخدت اجازة من الشغل وقت قليل علشان اروح جوبا، لانه كنت بقول يا رب انا عايزة اتحرك للمكان ده اللي انت مليت قلبي اشواق اني اكمل حياتي واكرمك فيه. ما كنتش اعرف انه الموضوع مشوار العمر يعني او رحلة طويلة، كنت فاكرة انه ممكن يكون زيارة قصيرة. رحت اول مرة زيارة، واول ما وصلت الجنوب الرب قال لي ده المكان اللي انا عايزك تكملي حياتك فيه. قررت اسيب الشنطه هناك وارجع عشان اقدم استقاله من الشغل وارجع تاني للجنوب. ورجعتي وسبت الشنطه بتاعتك في جوبا؟ سبت الشنطه في جوبا لاني كنت جوايا اصرار انا عايزه ارجع للمكان ده. انا عايزه اقول احنا محتاجين كتير قوي في حياتنا الروحيه بنحاول ندور على ربنا فين. انا مش لاقي ربنا في حياتي. انا متخبط، انا متحير، انا مش فاهم، انا مش سامعه، انا مش حاسس بحضوره. بس انا عايزه اقول ربنا بينادي علينا: تعالوا للمكان اللي انا فيه، تعالوا للاماكن اللي انا موجود فيها واللي انا بشتغل فيها، هتلاقوني، هتلاقوا حضوري، هتلاقوني متجسد. انا لما رحت الجنوب رغم الفقر الروحي المدقع ورغم انه مفيش جسد ومفيش امور كتير يمكن متوفره في بلادنا روحيا، بس لقيته هناك. هو بينادي علينا بيقول لنا: تعالوا في الموقع اللي انا بشتغل فيه، تعالوا في الاماكن اللي انا بشتغل فيها، وعندي حلم عظيم ومشروع عظيم قوي، عايز انتوا تبقوا جزء من مشروعي ده. هناك بنلاقي. انا يعني عايزة أقول كده أنه حقيقي في الجنوب رغم مشقة المعيشة وعناء التحديات المعيشية والأوضاع الأمنية والسياسية، أمور كتير قوي 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 صعبة، لكن الرب موجود هناك، حضوره متجسد. أنا كتير أقول: يا رب أنا في مصر مش بسمعك بالوضوح ده، أنا في الخلوة في مصر ببقى بحاول أسمع صوتك، بحاول ألاقيك، بحاول أتعزى، بحاول أنتعش روحيا، بس هناك السماء مفتوحة. معلش أوقفك بقى هنا، يعني عايزة تقوليلي ان في مكان الدعوة او في الحتة اللي الرب عايزني فيها، هو ده المكان اللي انا هقدر فيه اكون في شركة حقيقية مع الرب، هعرف اسمع صوت الرب، هعرف استمتع بالحياة مع الرب. وانا بقول لك يا عزيزي المشاهد، يعني عشان ما نكونش بنقول كلام كده وخلاص وهو حلقة وتنتهي، عايز النهاردة اشجعك وانت بتسمع مريم، عايزك تكون كده قابل الاشتعال. يعني قابل الاشتعال، ادي اخت فاضلة الرب رتب لينا انك تسمع اختبارها في طريق محبتها للرب. انا سمعت الكلمة دي منك كتير يا مريم: قلبي في جنوب السودان. ايه اللي خلى قلبك يكون في جنوب السودان؟ لان دعوة الله لحياتها في المكان ده. مش معنى كده ان كل واحد فينا دعوة الله لحياته انه يسافر ويسيب البلد. واحدة غالبا ام جون يعني مش فاكر، جون ويسلي او شارلس ويسلي، قالت كده، كان عندها 19 طفل، كتبت على المطبخ بتاعها كده، على الحوض بتاع المطبخ: هنا أخدم الرب
ثلاث مرات في اليوم وهي بتغسل الأطباق. السؤال أنا دعوتي فين؟ هي مستمتعة وهي بتغسل المواعين. فأنا بكلم كل أم في كل بيت، أنت مرسلة في بيتك. أنا بكلم كل أب، أنت مرسل مع أولادك في بيتك. أنا بكلم كل واحد في خدمته، أنت مكانك فين؟ الرب عايزك فين؟ يا رب تسأل نفسك السؤال ده. ماريا ليه ناجحة في خدمتها والرب مستخدمها؟ وهنسمع أمور عظيمة مبهرة على عمل الرب. في واحدة قالت للرب حاضر على مكان صعب، صعب حد يعيش فيه. بصراحة أنا لو أنت بتحكي لي، أنا لو ما كنت شفت ده بعناية كنت ممكن أقول لك ده مستحيل. يعني مية بصعوبة، نور معرفش بيجي كم، مفيش كهرباء، مفيش كهرباء يعني مفيش كوبس نور أصلا، مواصلات مش متاحة، ما أعتقدش مش متاحة، أمان مش موجود. لكن في الرب، هل الرب يكفي في الدعوة وفي مكان، في المكان اللي الله عايزني فيه؟ أنا بحب قوي مقولة قالها حد اسمه يون، مكتوب عنه كتاب، هو مرسل صيني، مكتوب بكتاب يون. وعنوان الكتاب الرجل السماوي، ويون قال كده إنه أأمن مكان في كل العالم يمكن أن توجد فيه هو مناخ مشيئة الله. واو. وعايزة أوجه رسالة لكل قلب خايف، لكل قلب مثقل ومتعب وبيحاول يجد الأمان، بيحاول يجد الأمان في فلوس، بيحاول يجد الأمان في مستقبل، في دراسات معينة، في مستوى معين بيحلم أنه لو وصل له كل الأمان هيتحقق في حياته. بس أنا عايزة أقول أن الأمان في شخص الرب، والأمان في ملء مشيئة ربنا. هللويا. الأمان أني أبقى موجود في قلب المشيئة الإلهية، قلب المشيئة الإلهية لو في أمريكا، أو قلب المشيئة الإلهية لو في جنوب السودان. قلب المشيئة الإلهية مش مرتبط بمكان، مش مرتبط بماهية أمور بعملها، لكن مرتبط بدعوة وبكلمة الرب نادى على حياتي أني أطيعها، ولو بطيعها بختبر الأمان الحقيقي. أمين. يا رب نكون دايما في المشيئة، وكل واحد فينا يكون في المكان اللي الرب عايزه فيه. عايز نتنقل لسؤال تاني بردك مهم. السؤال التاني، كتير بنقول الرب احنا بنحبك، صدى حبه، كل حب في الوجود نبعه حب يسوع. يعني أي من الآخر، أي مشاعر بنقدمها للرب. أنا السؤال اللي أنا عايز أسأله، الرب منتظر مننا محبة من نوع إيه؟ يعني إيه النوع اللي الرب يا يبص عليها كده نفسي تحبني بالطريقة دي؟ أكيد الكتاب المقدس عنده نوعية مميزة من الحب المشبع لقلب الله. نفسي تركز معانا، الرب هيكلمك النهاردة لو أنت عندك أزمة في محبتك للرب. أي وقت مريا؟ أنا بيأسرني قوي قصة في صمويل الثاني أصحاح 24. لما أخطأ داود وجاله جاد وقال له، نطلع الشاهد طيب علشان يتابعوا معنا. أرونا، إيه موضوع أرونا ده يا أختي؟ دي قصة موجودة في صمويل الثاني أصحاح 24. جاله داود وجاد راح لداود وقال له أنا عارض عليك ثلاثة، وداود اختار الاختيار انه يقع في يد الرب، لانه قال انه مراحمه كثيره جدا، واسقط صحيح في يد الرب خير من اني اسقط في ايدين الاعداء. وبعدها جاد قال لداود كده، روح اشتري بيدر ارونا اليابوسي وعشان تقدم للرب محرقات من بيدر ارونا اليابوسي. وراح فعلا داود لارونا علشان يشتري البيدر ده، ولما شاف أرونا داود جاي من بعيد سجد وقال يعني مش معقول سيدي الملك جاي لغاية عندي خير يعني، فقال له أنا جاي عشان أشتري منك البيدر. أرونا قال له مش معقول، أنا هدي لك النوارج وهدي لك البقر للمحرقة وهدي لك أدوات الحطب، الكل دفعه أرونا الملك إلى الملك. أنا في الوقت ده كان في وباء في الشعب، كان في وباء في الشعب. إيه اللي وقف الوباء ده؟ داود صمم انه مش هياخد البيدر من أرونا مجاني. تمام. رفض. والآية عدد 24 قال كده، عدد 24 بيقول، فقال الملك لأرونا لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقل من الفضة. جميلة قوي العبارة دي، لما داود بيقول لأرونا لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. داود راجل محترم رفض يقدم محرقات للرب مجانية، بالإنجليش which cost me nothing، اللي مش هتكلفني حاجة، أنا مش عايز أقدم لربنا محرقات مش مكلفة. ومرة حد قال عبارة قوية جدا جدا، قال الإيمان الذي لا يكلف شيئا
لا يساوي شيئا. وأقدر أقول على نفس قياس العبارة دي، المحبة التي لا تكلف شيئا لا تساوي شيئا. النهاردة العالم منتظر يشوف من كنيسة الرب، من أولاد الرب ومن جسد المسيح، منتظر يشوف مننا النهاردة نوع إيمان مكلف. احنا قادرين ندفع ثمن خدمتنا، وقادرين ندفع ثمن تبعيتنا للرب، وقادرين ندفع ثمن محبتنا للرب. انا مش عايز اقدم للرب محرقات مجانيه، انا مستعد ادفع الثمن. وحد تاني قال عباره، قال المسيحيه اما ان تكلفني كل شيء او ان لا تكلفني شيئا على الاطلاق. بس لو مش هتكلفني حاجه افتكر هنعيشها حياه بلا معنى، بلا تاثير، بلا قيمه. لكن دايما دايما أنا خايف كلامك ده يخوف الناس، يقول ده يا جماعة محبة المسيح دي لازم تبقى مكلفة ولازم أدفع ولازم. أنا برضك عايز أوصل المشاهد أنه التكلفة دي هتكون رد فعل، يعني وانت بتقدم هتقدم بطريقة تلقائية، يعني أنا مش هحس أن أنا بتكلف، أنا مبهور بحبه، أنا يعني غرجان، متأسف في الكلمة، غرجان لشوشتي في محبته، ومبهور ومسبي بمحبته وعامل دماغ كده بمحبة المسيح، وأنا مبهور بالحب ده، وأنا في وأنا الروح القدس مستحضر محبة المسيح قدام عينيا، هعرف بعد كده أقدم للرب بكل حب، أقدم للرب أغلى أغلى الأشياء. فدي يعني عايز أقول إيه، مش هتعرف تقدم إلا لما تقعد قدام الرب وتختبر محبته بشكل واضح. ولا ايه رايك يا ماريا في الكلام ده؟ يعني قلبنا محتاج يتشبع بمحبه الرب. قلبنا محتاج كتير مش عارفين نقدم حياه مؤثره، كتير مش عارفين نقدم حياه ليها معنى وليها قيمه للعالم. بسبب ان القلب ناشف قوي، القلب مش مستقبل محبه الرب للاخر. بس لما بنتنقع في محضر ربنا وبنشرب الحب ده بنعرف نقدمه صح لعالم جائع، لعالم مستني يشوف ناس عندها الاستعداد تقدم ثمن وتدفع ثمن لإيمانها وللرسالة اللي بتنادي بيها. في جنوب السودان أنا بشوف كتير قوي مئات وألاف الناس اللي متأثرة بأنه أنتوا سبتوا بلادكوا، أنتوا سايبين بلادكم المريحة اللي مليانة كهرباء ومية وحياة، رسالة بدون كلام. وأنا شايفة أنه إرسالية الكنيسة والكلام اللي الرب قاله لما في آخر بعد القيامة لما ظهر للتلاميذ في العلية وقال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، الكنيسة ده امتداد لإرسالية المسيح. ومن حق الرب النهاردة لما يبص علينا من السماء يشوف كل مؤمن عايش حياة شبه الحياة اللي كان عايشها الرب على الأرض. لو إحنا مش امتداد لإرسالية المسيح على الأرض أفتكر إحنا عملنا زي إعاقة، الإرسالية دي بدأت وانتهت. ونهاردة العالم منتظر، العالم النهاردة منتظر الرؤية بتاعة الرجل المكدوني النهاردة، عبر ألاف وملايين في العالم النهاردة مستنيين نعدي نعبر ليهم وننقل ليهم الخبر السار. أنا متأكد أنه في كل بلاد، في بلاد كتيرة جدا يمكن في الشرق الأوسط، الرجل المكدوني ده أخت مريا، الرجل المكدوني دوت في أماكن كتيرة، ويمكن ما يكونش في أماكن بعيدة نسافر لها بطيارات، يمكن يكون في الشقة اللي جنبي في العمارة، يمكن يكون في الحي اللي أنا فيه، يمكن المكتب اللي جنبي في الشغل. مش شرط الإرسالية أن أنا أركب طيارة، الإرسالية بتاعت أن أنا أكون أمين في المكان اللي الله حطني فيه. كنت زمان في بداية لما عرفت الرب قريت كتاب لواتش مني كده اسمه لا أنا بل المسيح، الكتاب ده في فصل حلو اسمه الخدمة المشبعة لقلب الله. فكان قال واتش مني العبارة دي، قال كل ما يتيح لك الرب أن تفعله فهو يكفي له. يعني الرب مش بيبص لأنك أنت عايز منك يطلبك بحاجات كتيرة وحاجات عظيمة وبطولات غير عادية، عايزك تبقى أمين في الحاجة اللي بيتيح ليك أنك تعملها. الرب قابلك بحد في القطر جنبك، الرب حط في طريقك شخص، أو رب حط في طريقك بنت في المدرسة، أكون شاهد أمين. واحد قال العبارة دي وفرقت معايا خالص. الرب لما جه يتكلم عن الكنيسة والمؤمنين قال أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض، والملح والنور ما لهمش صوت لكن ليهم تأثير وليهم قوة. وأنا بصلي النهاردة وإحنا بنسمع الكلام ده بصراحة كده أنا مش عارف يقولوا الحلقة دي هتعمل في الناس إيه، بس نفسي قلبك يتوجع، نفسي قلوبنا قدام الحاجات اللي احنا مشغولين بيها، قدام الحاجات اللي واخدانا، قدام الحاجات اللي شدانا بعيد عن مشيئة الله لحياتنا. الرب النهارده بيقول لك على حياتك دعوة، الرب بيكلمك النهارده في مكانك، انا معرفش انت فين، يمكن تكون الحياة والعالم خدوك بعيد عن مشيئة الله ومش مستمتع،
عندك ممتلكات، عندك إنجازات، عندك نجاحات، لكن أنت مش في المشيئة. أنا بصلي النهاردة أنك تغرق في محبة المسيح فتقاد لمحبة مكلفة للمسيح، تعرف تشبع قلبه وكمان تستمتع بالثمر. أرجع لأختي الغالية مريم، نفسي 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 النهاردة تشجعينا باختبار عن فوجودك في جنوب السودان. أكيد يعني شعرت بان انت ايوه قدمتي للرب ان انت مثلا رحت جنوب السودان. طب ايه الحاجات المشجعه اللي خلتك وانت تعبانه وانت مضحيه وانت ممكن ما تلاقيش ميه تغسلي وشك وانت ممكن ما تلاقيش مكان يعني تكوني سرير مريح او خدمه مريحه او حرب شيطانيه شرسه؟ ايه الحاجات اللي بتفرح قلبك في مكان مشيئه الله لحياتك؟ يعني انا عايزه اقول بس حقيقي اللي بيفرح قلب اي مؤمن انه يحس ان قلب ربنا شبعان من حياته. دي اكتر يعني امر مشبع لاي مؤمن بيحب الرب، انه يحس ان قلب الرب راضي، انه يحط ابتسامه على وجه السيد، وانه يطبع قبلة على قدمي الفادي، وانه يقول يا رب انا شبعان بس لانك انت راضي، بس لانك انت شبعان. انا عايزه افتكر الشاهد الجميل اللي موجود في نشيد الانشاد واصحاح 7، لما عروس النشيد قالت كده للعريس، قالت له هلوم يا حبيبي لنبكرنا إلى الكروم، لنخرج إلى الحقول، لنبت في الكرة، لننظر هل نور الرمان، هل تفتح القعال، هل أظهر الكروم، هناك أعطيك حبي. وأنا شايفة أنه ده برهان الحب الحقيقي، مش أن أنا أبقى في مكان راحتي وأن أنا أبقى غرقان في احتياجاتي ورغباتي وتحدياتي الشخصية وبقول يا رب أنا بحبك. رب النهاردة عايز يقولي تعالى، زي ما عروس النشيد قالت له هلوم يا حبيبي لنخرج، أنا عايز أخرج معاك لأماكن أنت مشغول بيها، لأماكن قلبك يعني قلبك وكلك عليها. والغيرة في قلب الرب والنار متقدة في قلب الرب أنه يوصل لمئات وملايين من النفوس حول العالم وفي أماكن كتيرة قوي، يمكن حوالينا زي ما كنت بتشارك ناس بنتقابل معهم في المواصلات أو جيراننا أو أصدقاء صحيح. في الشغل، بس رب عايز يخرجنا من دواير احنا مزنوقين فيها. أيوة. نخرج بره دايره راحتنا، نخرج بره الحتت اللي احنا يمكن غرقنا جواها. أيوة. واعتقدنا انه هيجي يوم من الايام وتخلص التحديات والمشاكل وبعدين نخرج ونشوف الاحتياجات ونشوف النفوس ونبحث مع الرب عن النفوس الضاله والمحتاجه، بس ده مش هيحصل. الرب يقول لي تعالى شوف لي اموري وانا اشوف لك امورك، تعالى شوفني يا حبيبي وشوف اموري وشوف سلام. النفوس الغاليه عليا، وتعالى معايا نطلع نلمس احتياجات كبيره قوي وتحديات عظيمه قوي قوي قوي. في نفوس بتهلك كل يوم كل يوم، وانا هشبع لك وهسدد لك احتياجاتي. انا شايفه انه ده مشبع جدا. العباره اللي قالها يون اللي احنا كنا بنشاركها من شويه، أأمن مكان، انا عايزه ازود فيها واقول امتع مكان ممكن نبقى موجودين فيه في مناخ مشيئه الرب. حقيقي امتاع، حقيقي متعه ونشوه وسعاده حقيقي ما تتوصفش بكلام، اني ابقى بس موجود في دايره مشيئه الرب. يمكن في احتياجات شخصيه كتيره قوي 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 مش مسدده، بس كفايه علينا، كفايه علينا اني شبع قلب الرب والرب متبسم في وجوهنا والرب راضي. اعتقد احنا مش عايزين حاجه تاني من الدنيا، وهناك هنلاقي الثمر. يعني انا هتحضرني قصه فيلبس لما كان الرب مستخدمه استخدام عظيم جدا في السامره، والرب قال له، قال ملاك الرب لفيلبس انحدر ناحيه الجنوب، ناحيه في الطريق المنحدره من اورشليم الى غزه. تخيل واحد الرب يقول له سيب المجد بتاع الخدمه وسيب القوه والاستخدام الغير عادي دوت وروح صحراء، امشي في الصحراء كده هتلاقي مركبه رافق المركبه دي. انا بصلي من كل قلبي ان كل واحد النهارده بيسمعنا، معلش هستعير منك الكلمه اللي انت قلتيها، امتع مكان في الحياه هو المكان اللي الرب عايزك فيه. أروع أوقات هتعيشها في التوقيت وفي المكان اللي الرب عايزك فيه. نفسي أشجعك النهاردة، لو أنت حاسس أنك ضايع، لو أنت حاسس أنك فقدت مكانك وفقدت دعوتك وفقدت محبتك الحقيقية للرب، أنا إحنا قدام مثال أهو، مستمتعة برغم الضغوط، مستمتعة برغم التحديات، تحديات مش طبيعية. لحد امبارح الاخت انجي الخادمه الرائعه اللي هتتكلم عنها اخت ماريا، اتمنى ان احنا الفاضله القديسه اللي حاليا دلوقتي هي يعني بتحل محل اخت ماريا وفي وجود ماريا في القاهره، امبارح بس حصل عليهم سطو مسلح وكان حاجه صعبه جدا.
ايه اللي مخلي انجي مكمله؟ ايه اللي مخلي واحده زي ماريا رايحه تاني؟ ده بس فتره مؤقته هنا في مصر وراجعه لمكان خدمتها والمشيئة طلع في حياتها تاني. مره تاني عايز اقول لك ايه المتعه في كده؟ احنا محتاجين كل حد فينا يقف وقفه كبيره قوي مصريه قوي في حياته. انا عايز ايه من عمري؟ انا عايز ايه من حياتي؟ انا عايز لي ولا انا عايز له؟ هللويا. انا خايف على روحي ولا انا خايف على عمله؟ وانا خايف على النفوس اللي هو حبها ومات علشانها. مستوى كبير، مستوى. انا عايز اقول ان في المرات اللي احنا فيه بنخاف على عمل الرب مش على نفسنا. أيوة. نفس الكلمات اللي الرب قالها لما قال كده: من يضيع حياته من اجلي يجدها، ومن يجد حياته من اجل، ومن يجد حياته يضيعها. لما احنا بنحتفظ بحياتنا بين ايدينا، لما بنحتفظ باللي عندنا لنفسنا، احنا في الحقيقه بنفقده. هو بيضيع مننا، هو بيضيع مننا. بس لما بنضيعه بنهلكه، في نظر العالم شايف انه حد يروح يخدم في جنوب السودان ده انت رايح للموت بعينه، ده انت يعني البلد مليانه اجرام ومليانه حروب قبليه ومليانه صراعات، ده هو ده الموت بعينه. بس بالعكس، النظره دي اللي احنا كاننا بنضيع حياتنا، لكن في الحقيقه احنا بنجدها. انا عايز اقول ان احنا محتاجين ما نخافش على روحنا، لكن نخاف على عمله. محتاجين نخاف على اللي في قلبه وعلى مشروعه العظيم، ونقول يا رب عايزين نحط ايدينا في ايديك. ده اعظم استثمار للعمر وللحياه، ان نحط ايدينا في ايدين الرب ونقول يا رب عايزين نبقى عاملون معاك. يا رب عايزين نحقق معاك اللي في قلبك وحلمك لبلادنا. انا شايفه انك بتتكلمي كده وانت مليانه قوي بالكلام اللي انت بتقوليه. انا بشكر الرب لاجلك. واحنا كمان عايزين نفتح التليفونات علشان اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين يشاركونا في موضوع الحلقه في حب المسيح. احنا اخذنا اول فكره، اتكلمنا عن الدافع، ايه اللي بيحركني ان انا، ايه اللي بيحركني من جوه ان انا احب المسيح محبه مكلفه او محبه مضحيه او محبه لها ثمن مشبع لقلب الله. الحاجه الثانيه انه المسيح لا يقبل محبه كلاميه او محبه من الاخر كده. واحد قال العباره دي، الاخ الحبيب مفدي موسى، مش ممكن انساها: المحبه التي لا تتعب تلعب. احنا كتير ما بنلعب محبه، بنرنم محبه، بنوعظ محبه، لكن المحبه يعني بذل. المسيح لما حبني اخلى نفسه، المسيح لما حبني اسلم نفسه، المسيح لما حبني سكب للموت نفسه، قدم نفسه. قدام ده المفروض نعمل ايه؟ احنا فتحنا دلوقتي المشاركات والتليفونات في موضوع الحلقه في حب المسيح. عايز كمان يا ماريا اسالك سؤال تاني، ايه اللي عايز تشجع المشاهدين بيه في حقل الخدمه وفي الخدمه اللي رب اوكلك عليها؟ انا عايز برضك اسالك والمشاهدين عايزين يعرفوا، انت رب استخدمك في كم ملجا او في تاسيس كم ملجا في جنوب السودان؟ انا عايزه بس ارد، يعني قبل ما ارد على السؤال اقول حقيقي الحياه علشان الرب هي مكسب مش خساره. عايزه اشجع المشاهدين، احنا كتير قوي بنفتكر انها تضحيات، وانه انا اخاف يعني الخساره عاليه قوي قوي والنفقه عاليه قوي قوي، بس الحقيقه انا عايزه اقول انها مكسب مش خساره. انا اللي شفته في جنوب السودان اللي الرب بيعمله، حضور الرب والمجد اللي ربنا بيجي بيه علينا مذهل مذهل. انا عايزه احكي اختبار حصل معانا، اختبار يحضرني يعني. احنا في سنه 2013 حصل حرب اشتباك شديد قوي 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 في منطقه اسمها ركن. دي منطقه يعني اسسنا فيها الملجا الثاني. انا خدمت في مع خدمه الماء الحي اللي اسسها الاخ مفدي موسى، خدمت معاهم لمده 3 سنين. اسسنا مكان في جوبه للبنات المشردات والايتام، وبعد 3 سنين الرب حركني المكان تاني. اضطرينا نأسس خدمة لأنه لقيت الموضوع هيفتح يعني. أسسنا خدمة اسمها النور الحقيقي، وجت الأخت إنجي اللي بتخدم معانا دلوقتي. بدأنا المكان في 2013، ده ملجأ في بلد اسمها ركن. ركن بدأنا الملجأ، والحقيقة قبل ما نبدأ الملجأ حصل الاختبار ده. قبل ما نبدأ الملجأ بأسبوع يعني كنا خلاص جهزنا كل ملابس الأطفال وكل اللي يعني خلصنا المباني ورايحين نفرش الملجأ. بعد التشطيبات الأخيرة رايحين نفتتح الملجأ وندخل أول 4 أطفال في الملجأ بتاع ركن. وإحنا كنا في أوضة كان مديها لنا المطران نقعد فيها بطريقة مؤقتة جدا قبل بداية الملجأ مباشرة.
وحصل بقى في الاسبوع ده اللي هو الايام الاخيره اللي قبل اللي تسبق افتتاح الملجأ مباشره، حصل اشتباك شديد جدا جدا جدا، حرب يعني بين الجيش، حرب حقيقيه، حرب حقيقيه. احنا في رصاص اليوم ويعني في اليوم اللي قبل الحرب اللي حصل انه جه انذار للجيش بتاع ركن ان كل المواطنين يخلوا البيوت، اخلاء فوري. كل المواطنين يسيبوا بيوتهم فورا ويخرجوا للغابه لانه في جيش المتمردين هيجي يضرب في جيش الحكومه وهيحصل حرب تقيله. وانا وانجي يعني قعدنا يعني خدنا الموضوع هزار وقلنا مش معقول هنخرج نروح الغابه واحنا بنتين ولوحدنا، يعني اكيد مش معقول هنروح الغابه، هنروح الغابه ازاي وننام فين؟ فاحنا خلينا في المكان، هي كانت اوضه صغيره جدا حوالي مترين في مترين والشبابيك بتاعتها ازاز، ما فيش اي يعني حاجه حتى تغطي او والباب خشبي ضعيف جدا جدا. كنا في الاوضه دي موجودين طول فتره قبل الملجأ. والحقيقه اليوم اللي قبل الحرب دي فاكره كويس، كان يوم سبت لقينا كل البلد فضيت علينا، انا وانجي الوحيدين الموجودين، ما كانش لسه في اطفال دخل الملجأ، الوحيدين موجودين في البلد، البلد كلها فضيت علينا، ما فيش ولا مواطن موجود في بيته كل الفتره دي. انتوا بس اليوم ده الناس اول ما سفير الانذار بدات من الجيش تطلق كل الناس بدات تهرب للغابه، كل الناس بلا استثناء، وانا وانجي موجودين وقضينا الليله يعني في سلام. ده كان يوم سبت. يوم الاحد الساعه 7 الصبح بالظبط، 7 بالدقيقه لقينا ضرب نار، مش ودنا مش قادره تحتمله، قرب جهات ومدافع رشاشه واسلحه رشاشيه، اصوات مش محتمله. الاوضه اللي احنا موجودين فيها بتتهز بتترج، الزنك يعني الصاج بتاع السقف بيتهز والاوضه كانها تقع من صوت الرصاص والطلقات. احنا مش فاهمين ايه اللي حصل، هو في ايه؟ طب الحرب دي بدات، طب هتخلص امتى؟ احنا الاثنين انا وانجي نمنا على الارض، حاجة صعبة خالص. وفتحنا الكتاب المقدس على مزمور 91، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، لا تدنو ضربة من خيمتك، لا يلقيك شر، يسقط عن جانبك ألف وربوات عنيك. سامعين صوت احنا الرصاص. سامعين الأصوات مش قادرين نقرأ الكلام، احنا بناكل الكلام بعنينا بس مش قادرين، احنا قلوبنا توقفت يعني اوريدي، احنا مش كنا هنموت، احنا متنا بالفعل يعني، احنا مش قادرين حتى نلتقط انفسنا من الرعب، اجسادنا بترتعش ارتعاش فظيع، مش عارفين الموضوع هيخلص على ايه، والمتمردين ولا الجيش مين اللي هينتصر، يعني كانها معركه او مواجهه ضخمه جدا جدا جدا. الضرب قعد 5 ساعات متواصله من الساعه 7 للساعه 12 ضرب متواصل. الساعه 12 الضرب وقف وبعدين بدا ناس تتصل بينا، هو انتوا لسه عايشين؟ انتوا لسه موجودين؟ انتوا ما متوش؟ انتوا بتعمل؟ بس ده الحقيقه ما كانش اصعب وقت، وقت الضرب ما كانش اصعب وقت. اصعب وقت بعد ما بدا جيش يستسلم قدام جيش تاني، وجيش بدا يجري يهرب من الجيش الاقوى. حاجه مرعبه. وهم بيجروا احنا سامعين دبات رجليهم حوالين الاوضه حوالين الشباكين واحنا قاعدين على الارض. محدش وصل لكم لو في حد بص من الشباك وشاف بنتين اجنبيتين قاعدين وفي شنط بقى مترصصه فيها حاجات الاطفال واللبس بتاعهم وموبايلاتنا والكمبيوترات وكل حاجه، احنا متاكدين لو كان في حد بص بس من الشباك او حتى جات له الفكره ان الاوضه دي فيها مين كان بسهوله جدا هيكسر الباب علينا وكنا هننتهي. احنا فعلا في اليوم ده يعني انتزع مننا كل رجاء، ويعني زي ما بولس قال ايسنا من الحياه. احنا كنت خايفه ولا لا؟ احنا كنا مش خايفين، مرعوبين. يعني احنا كنا في رعب يعني انت انسانه، احنا يعني انسانه طبيعيه بتخافي وتنزعجي زينا جدا جدا يعني. طب انا مش قبل ما تخلص الاختبار ده عشان مش عايز اوقفك، معانا مكالمه من الاخ جرجس نادي. الاخ جرجس نادي اتفضل، انت معانا على الهواء. الاخ جرجس نادي اتفضل. أيوة. انت معانا على الهواء، اهلا بيك يا اخي جرجس. اهلا بيك، انت معانا على الهواء اتفضل. اهلا بيك يا اخي جرجس. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك، انت معانا على الهواء اتفضل قول مشاركتك. انا بس عايز اشكركم جدا 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 علشان خاطر استضافتكم للاخت ماريا. الرب يباركك، هي اخت فاضله. انا اعرفها كويس قوي، وانا فاكر كويس قوي من كام سنه كان معايا فريق في جنوب السودان، وبرغم البركه العظيمه اللي ربنا بارك لي بيها، لكن مش قادر انسى انطباعات الفريق بعد ما قعدوا مع ماريا يمكن ساعه ولا حاجه، وازاي الهمت يعني الهمت والهمت قلوبهم. أيوة. في تبعيتها وفي محبتها، يعني حاجه في الحقيقه تفرح القلب يعني. فانا عايز اشكركم جدا علشان خاطر استضافتكم لماريا، وعايز اشكرها جدا علشان خاطر
في الحقيقة يعني نموذج شايفينه من قلب الصعيد، صحيح، خارج بره كل الأعراف وتخرج بره جدران الكنيسة وتعمل في وسطنا نموذج بنقرا عنه على الكتب، يعني بنقرا عن هيبسون تايلور، ايوه، بنقرا عن ويليام كاري، ليليان تراشر، حتى بنقرا عن ليليان تراشر. بس أشكر صحيح، الله إنه شايفين نموذج مصري أصيل من صعيد مصر، شايفينه بمنتهى الحماس بمنتهى الحب، وفي حب المسيح فعلا. متشكر جدا يا ماريا علشان خاطر النموذج العظيم اللي انت سايباه لينا في مصر، واحنا يعني فرحانين جدا بالدور وبالعمل اللي ربنا مستخدمك فيه في جنوب السودان، والى الامتداد دايما وربنا يبارك. انا بشكرك جدا يا اخي جرجس، وكلام جميل ورائع، والاخت ماريا بصراحه حاجه ترفع الراس، لكن اديكي فرصه تقولي كلمه الاخيره جرجس. انا فاكره كويس قوي جرجس شريك خدمه ومن الناس الرائعه المثقله بالعمل في الجنوب، وانا فاكره كويس قوي وقت الزياره والفريق. ربنا يباركك، ميرسي يا جرجس لتشجيعك. ربي يباركك يا اخي جرجس، وبصراحه لسه مصنع الله شغال، وفي الرب بيعد مرسلين ومرسلات كثيرين من الصعيد ومن اماكن كتيره في كل مصر وكل انحاء مصر. الحلقه دي هتكون سبب انطلاق لكثيرين وكثيرات، نماذج كتير زي ماريا لسه الرب بيعدهم وهيطلقهم في اسم الرب يسوع. نرجع بقى في تليفون تاني، متاسف. الاخ فتحي من الجيزه، اهلا بيك يا اخ فتحي. ايوه اهلا بيك يا اخ فتحي، اتفضل. اهلا بحضرتك، وفين الاخ جون؟ معاك، انا معاك الاخ جون على الهواء، اتفضل يا اخ فتحي. ايوه اخ جون، اهلا بيك يا اخ فتحي. ربنا يبارككم انت والاخت ماريا، رب عزنا في بدايه الحلقه شباب مكرسين للمسيح. شكرا. عايز اقول لك عايز سلبك صلاح، انا عندي عريس سافر من 5 شهور، سافر السماء، ورب سندنا كتير، وبسبب الحلقه دي اتلمست في اولها عشان شباب مكرس للمسيح. حلو، ربنا يستخدمكم مكثرين لأفعال الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. رب يستخدمكم ويكون معاكم على طول. يا اخي فتحي قلبي معاك. ايوه قلوبنا معاك. الرب عنده تعزيات وعنده بركة ويقدر يعوض عن كل أمر مؤلم يسمح لنا بيه. صدق في مشيئة الرب الرائعة، وابنك راح السماء، والرب هيملى الفراغ وهيشجعك. وتأكد تماما. أنا متجوزش ولا حاجة، راح السماء عريس. الرب طب هستأذنك الأخت ماريا هتصلي معاك في التليفون، خليك معانا دقيقة هتصلي لأجلك. آمين آمين الله. يا رب بنباركك وبنعظمك لأنك أنت إله كل تعزية. بنباركك يا رب وبنفتح أبواب قلوبنا لتعزية السماء يا رب، إنها تيجي في اسم يسوع يا رب. يا رب تملى يا رب كل وجع وكل ألم يا رب في قلوبنا. بصلي قوي يا رب لأخويا فتحي، يا رب تعالى ليه بنعمتك، تعالى زوره دلوقتي يا رب، المس قلبه، شدده، اسنده، شجعه في اسمك يا رب بنصلي. آمين آمين آمين. مسألة الألم دي مسألة صعبة جدا، بس يقال عن أبونا الصالح أبو الرأفة وإله كل تعزية، ويقال عن المسيح تبارك اسمه الإله اللي كنا بنتكلم عن محبته، صديقه تضايق وملاك حضرته خلصهم. قلوبنا مع كل أسرة متألمة في مصر، بلاوي محرقة بصراحة، يعني تحديات صعبة. أنا أعتقد يا أخي فتح أنت مرسل، كونك أنك أنت شاكر في التجربة دي، أنت مرسل في مكانك، ومكالمتك دي سبب بركة الكثيرين. كونك انك متشدد بالرب وبتتصل بالبرنامج بتعلن شكرك وبتعلن عدم تذمرك على كل ما يفعله الرب معك، انا بصدق ان انت مرسل. ربنا يباركك. نرجع بقى لحالة الرعب والذعر اللي انت كنت فيها انت وانجي، بعد كده اللي حصل، حد فيكم اتصاب حاجة، حصلت مشكلة؟ يعني احنا اثناء وقت الضرب كنا متأكدين ان احنا مستحيل نخرج من وقت زي كده احياء. يعني انا قلت له يا رب مفيش منطق لان احنا يعني هتبقينا احياء بعد موقف زي كده، يعني اكيد اكيد رسالتنا انتهت، اكيد دي اخر لحظات في عمرنا، يعني نهاية كل شيء يعني وصلت خلاص. وتيقنا يعني احنا قلنا مش ممكن نخرج من وقت زي ده واحنا لسه سالمين.
واحنا بنسمع اصوات الجنود وهم بيجروا وبيلهسوا يعني من الجري حوالين الاوضه من كل الاتجاهات، سامعين الاصوات منتظرين بس حد هيخبط الباب وهيدخل علينا بطلقتين وحياتنا هتنتهي، ومفيش بقى ملجأ هيتفتح ومفيش خدمه اطفال ودعوه الجنوب يا رب ده انت، ده احنا لسه في بدايه العمل. لكن المعجزه الحقيقيه انه بعد كل الاصوات الرعب والضرب والاربجيهات اللي كانت شغاله، بعد 5 ساعات وقف الضرب وبعد ساعات ما كناش قادرين نقوم، احنا نايمين على الارض على بطننا مش قادرين نقف عشان نفتح الباب وكل حاجه الضرب خلاص وقف، يعني عدى ساعات واحنا لسه مش قادرين نقف من كتر ما قلبنا توقف فعلا من شده الرعب. قمنا وفاكره كويس قوي اتصل بينا ناس من مصر قالوا لنا انتوا لازم ترجعوا، انتوا لازم ترجعوا. يعني انا فاكره كويس قوي قائد خدمه يعني اتصل بيا وقال لي إيه انت مستنيه ملاك يقول لك ارجعي؟ انا الملاك اللي ربنا بعته ليكي عشان يقول لك ارجعوا، ارجعوا. انا بقول لكم مش معقول تكملوا خدمه في مكان زي كده، انتوا بتغامروا ليه؟ يعني مفيش منطق للمغامره. بس انا الحقيقه انا فاكره كويس قوي ان انا كتبت في مذكراتي اليوم ده، قلت له يا رب انا لو كنت معانا بالجسد في اليوم ده انا ما كنتش هحس بحضورك اكتر ما انا حسيته. هللويا. انت كانك يا رب كنت معانا بالجسد، حضورك كان رهيب، حضورك زلزل الغرفه يا رب. ازاي بعد كل اللي انت عملته معانا ده اسمك. يعني كان الرب عمل كل حاجه علشان يحارب عنا وعلشان ينزل جيوشه الملائكيه اللي كانت حوالين المكان، اكون لهم سور نار من حولهم. ده حقيقي، دي مش ايات في الكتاب، ينفع الرب الايات دي تتكتب على صفحات حياتنا وينفع نختبر ده في حياتنا. جيوش من الملائكه، الذي فينا اقوى من الذي في العالم، ده حقيقي. مش عايز اوقفك وما اصابش المكان ضربه، ما اصابش المكان طلقه. مش عايز اوقفك بس الناس على التليفونات عايزين يشجعوكي. انا احنا هنكمل الاختبار وفي اختبارات تاني، بس معانا الاخ هاني من اسيوط. اتفضل الاخ هاني من اسيوط. ايوه اتفضل. اتفضل يا اخ هاني، اهلا بيك. اهلا بيك يا اخي هاني، انت معانا على الهواء. الو مساء الخير. اتفضل. محتاج طلب للوالده صاحب علاج جنائي ومستجيب طلب دعمكم واحد نفسه ربنا على كل حاجه. امين. انت عندك حد مريض؟ الوالده مامتي. والدتك مريضه. طيب طب اسالك سؤال، انت 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 قدمت حياتك للرب يسوع ولا لسه؟ طبعا قدمت حياتي واحنا يعني ماشيين في بيت مسيح، فاهم؟ ماشيين في عائله مؤمنه بتروح الكنيسه كده. رائع. العائله كلها. طب انا اتفضل. انا حابب اقول لك على حاجه معلش. طب بص ممكن اكون بروح الكنيسه، انا كنت زيك على فكره، كنت شخص متدين بروح الكنيسه وبصلي وممكن كمان كان عندي خدمه، بس كنت لسه ما اختبرتش المسيح في حياتي، كنت لسه ما عملتش علاقه شخصيه مع المسيح، لسه ما اختبرتش محبته المغيره. انا نفسي اصلي معاك على الهوى لو تسمح، بس تقدم حياتك وكمان هنصلي لوالدتك الرب يلمسها لمسه شافيه. امين. طب تعالى صلي معايا الصلاة دي. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك مت علشاني، لأنك مت علشاني ودفعت ثمن الخطية بتاعتي، ثمن الخطية بتاعتي. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بدي لك حياتي، أنا بدي لك حياتي وعمري، وعمري. أنا بحبك يا رب، أنا بحبك يا رب، وأعيش ليك، وأعيش ليك باقي العمر، باقي العمر. آمين. آمين. آمين يا أخويا العزيز. إحنا هنصلي كمان في نهاية الحلقة لأجل كل الطلبات، يعني والدتك أم مين؟ اسمها إيه والدتك؟ أم هاني. أم هاني بنعمة الرب يسوع الرب هيلمسها لمسة شافية، إحنا متأكدين في قوة وإمكانيات إلهنا الشافية، احنا بنثق في الرب يسوع المسيح كل اللي لمسونا للشفاء. معلش عندنا تليفون تاني يا اخت ماريا، الاخ شادي. شادي من المنيا، اتفضل يا اخ شادي. ايوه اهلا بيك يا اخ شادي، اتفضل. ايوه اهلا بيك يا اخ شادي، اتفضل انت على الهوا. ايوه فندم. اهلا بيك. مين معايا؟ ايوه معايا
معاك شادي من المنيا. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. انا عايز اقول اولا ان البرامج دي يعني انتوا فعلا ربنا يبارككم، المسيح دخل كل بيت. شكرا شكرا. دخل كل بيت بمعنى الكلمه. ايوه. وعايز اتكلم عن نقطه الايمان. اتفضلي. ان احنا الايمان ضعيف. ايوه. الايمان مازال ضعيف. صحيح. والآية الجميلة بتاعت بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ده حقيقي. يعني إحنا ما زلنا نعاني من النقطة دي بطريقة مش عادية. يا شادي صدقني دي أزمة. تاني خاص. دي أزمة كبيرة يا شادي صدقني. تحتاج الصلاة. أيوه. اللي إحنا ممكن نقول عليها الفئة اللي هي متخاصمة مع الرب. أيوه في فئة كبيرة فعلا. في فئة معينة كده. أيوة. متخاصمه مع الرب، سواء اتعثرت في كنائس. أيوة. اتعثرت في قيادات، اتعثرت في خدام، ايا كان. صحيح. خدت موقف ربنا وابتعدت، فاعتقد ان الفئه دي محتاجه صلاه خاصه بصفه عامه. يا شادي صدقني ربنا يكلمهم بطريقتهم الخاصه. انا معاك يا شادي صدقني، اللي انت بتقوله دوت عايز اقول لك احتياج وخطة شيطانية رهيبة في إبعاد ناس كتير عن العلاقة مع الله، وهي العثرة. إن بيعثرنا في ناس مرتبطين بالكنيسة، بس للأسف مثال يعني مش مشرف. أنا هنوعدك إن إحنا في آخر الحلقة هنصلي كمان لأجل كل المتعثرين. شكرا يا شادي، الرب يباركك لأجل المكالمة الجميلة ديت، ولأجل إنه في احتياج. يا ماريا أنا بصراحة عايز قبل ما نخلص الاختبار ده عايز اقول احنا في ازمة في فكرة الشهادة. احنا عندنا ازمة في الحتة دي، توافقيني؟ عندنا ازمة في فكرة ان احنا بنوعظ كتير، بنتكلم كتير، لكن الحياة والواقع والتأثير والاخلاق ضعيفة جدا. احنا محتاجين قوي الوقت ده نشد الحزام على نفسنا شوية في القداسة. انا متألمة كمان قوي، لان المؤمنين بقينا بنقول اي كلام، نتكلم يعني في ظهر بعض بأي كلام، بنتصرف بدون حكمة على الإطلاق. محتاجين نركز احنا بنقول ايه، بنتصرف ازاي، بنعمل ايه. الكلام، رسالة يعقوب بتقول ان الكلام عنده قوة عظيمة، واحنا اللسان بنقول محتاجين كل ما هنشد الحزام على نفسنا في السر هتتفجر ربيع البركة في العالم. بس المكالمة دي من امريكا، فمعنا تليفون من امريكا. الاخ وجدي من امريكا، اتفضل اخ وجدي. ايوه اهلا بيك يا اخ وجدي، اتفضل. اهلا بيك حبيبي، اتفضل يا اخ وجدي. عينه مباركه وفكرتني بكلام الرب يسوع لما قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. هللويا، اشكر الله من كله. والرب يبارك الاخت الفاضله المرسله مريا، ويا ريت الرب يستخدمني يا رب لمجد اسمه في الاماكن الباهظه هي يا رب، لكي اشبع قلبه واشبع قلبي بيه كمان. هللويا، الرب يباركك يا اخت مريا ويحفظك لمجد اسمه. امين امين امين. شكرا يا اخ وجدي، الرب يباركك، حاجه غير عاديه بصراحه. الرب يستخدمك في مكانك، مرسل حقيقي، تكون شخص مؤثر، والله يعمل بيك امور عظيمه. انت قلت لي عباره في واحنا بنحضر الحلقه، مش عارف هيتسون تولر قالها غالبا، او ان الله مش بيبحث عن ناس عندها ايمان عظيم، لكن بيبحث عن ناس لديها الاستعداد ان تتكل على امانته العظيمه. هللويا. احنا ساعات بندور على امكانيات عندنا عشان نخدم الرب بيها، وده مش حقيقي خالص. ربنا بيعمل امور غير عاديه بناس عاديه جدا جدا. احنا بس كل ما في القصه بنحط الحياه على المذبح علشانه، بس كده، كل الحب، كل المشاعر، كل الفكر، ويعمل بيها ايه بالحياه اللي متقدمه له دي، يعمل بيها ايه، دي قصته مش قصتنا. يقول لي مكانك في مصر، مكانك في الهند، مكانك في السند، مكانك في جنوب السودان، ده الموقع هو اللي بيحدده، وماهيه الخدمه هو اللي بيحددها، بس الحياه تتقدم لك المجد. هو ده كل ما عايزه الرب. يقول لهذا اذهب فاذهب، ويقول لهذا ائتي فياتي. انا بشكرك جدا صراحه، يعني انا نفسي وانا بتكلم معاكي قلبي ولع، وحاسس كده انه الرب حط جوايا محبه اكتر ليه،
ومحبة تقبل المخاطرة أكتر لي. أنا بصلي كمان أنا والمشاهدين وكل الناس اللي بيسمعونا، بصلي إن الرب يدينا نعمة نراجع حساباتنا تاني. أنا في مكان بخدم في مكان أو عايش نوع معين من الحياة ومش حاسس بالمعنى، مش حاسس بالمتعة، مش حاسس إن أنا راضي عن حياتي، مش مستمتع في الحياة اللي أنا فيها. أنا النهاردة بدعوك إنك تقعد كده شوية مع نفسك وتقول الكلمات اللي جت في مزمور 138 تقريبا. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر يا رب إن كان في طريقا باطلا واهدني طريقا أبدي. أنا بشجعك النهاردة ما تتنازلش عن دعوة الله لحياتك، أرجوك وانت بتسمعني اوعى تتنازل عن الحتة اللي الرب عايزك فيها، حتى لو كانت حاجة مش يعني مش لازم تروح جنوب السودان، مش لازم يعني رب أنا عايز أقول حاجة، إن ماريا الله مصممها بطاقات معينة تحتمل الخدمة في جنوب السودان. هو شكل في حياتك الرب يسوع تبارك اسمه، شكل في حياتك بطريقة معينة عشان تخدمي في المكان ده وتكوني مؤهلة للمكان ده. كمان نفسي قبل ما الحلقة وقتها بيجري على فكرة، وواضح ان يعني الوقت الحلو بيعمل ايه؟ بيجري في سرعة. فنفسي نقدم رسالة اللي لسه لحد النهاردة عايشين الحياة في مفهومها الشيطاني، واعين في حب حد تاني غير المسيح. للأسف يعني مشغولية قلوبهم بحاجة تاني غير المسيح. يا ترى بص للكاميرا بتاعتك كده وتقدم ايه للناس دي، تقولي لهم ايه؟ في واحدة وقع في غرام المسيح النهاردة، جاي اتكلمك واحدة وقع في غرام المسيح. السؤال انا عايز تقولي ايه الناس النهاردة عايشة حياة في حاجات كتيرة بتباديها عن الرب، في حاجات كتيرة قوي قوي شغلها واخدها من الرب. ايه رأيك يا طبيب؟ تقولي لهم ايه؟ يعني عايز اقول ان هو شخص جدير بالحب وجدير بالثقة وجدير بأنه ياخد كل العمر وكل الحياة وكل الفكر، هو جدير بده وهو يستاهل، هو يستاهل قوي محبتنا. والحقيقة إحنا لما بنحبه بنشبع، يعني أنا بحب الرب وأنا بكسب في نفس الوقت. أفتكر ده مش هلاقيه في أي شخص تاني أو مع أي حد تاني إلا في شخص الرب. كل ما بحب الرب أكتر، كل ما بدخل يعني في أبعاد في الحب ده وأشواط جديدة في الحب ده، كل ما أنا بأشبع وكل ما بكتشف قيمة الحياة اللي أنا عايش لأجلها وبكتشف الدعوة السامية اللي الرب دعاني علشان أعيشها، ده بيحقق القيمة اللي أنا خلقت كل إنسان فينا اتخلق وعنده الاحتياج ده أنه يشعر بالمعنى وبالقيمة، وأنه بيحقق وبينجز وعايش لأجل غرض ما، والغرض ده يستحق الحياة. مش معقول هعيش عمري أضيعه كله عشان غرض ما يستاهلش. بس أنا عايزة أقول لما بحب الرب ولما بينادي عليا ولما بيدعوني بكتشف قيمة الحياة اللي أنا عايش لأجلها، وبأشبع جدا جدا وأنا بحقق معاه الدعوة دي. أنا بأشبع، أنا كسبان جدا جدا كمية الرقي اللي أنا بكتشفه في الحياة معاه، والسمو اللي الرب بياخدني ليه، والكرامة اللي الرب بيديهاني كرامة متبادلة أنا بخدمه، هي شراكة مع الرب وأنا بمشي معاه أنا بأشبع، أنا الكسبان. لو حبيت الرب وحطيته يعني في ترنيمة السودانيين بيحبوها قوي، يسوع نمبر وان، وإحنا عايزين نقول للرب يسوع أنت نمبر وان، أنت رقم واحد في حياتي، أنت أولوية حياتي، أنت قدمت كل حاجة علشاني تستاهل. عندنا تليفون مهم. الأخ أيمن من القاهرة تفضل. أيوة الأخ أيمن أنت على الهوا، تفضل. اتفضل حضرتك، اهلا بيك يا اخ ايمن. اهلا يا اخ ايمن، اهلا يا اخ ايمن. اخ ايمن يوسف رجل الله، تحياتي ليك وللضيفه الغاليه على شكرا. قلبي المرسله الجميله ماريا. شكرا يا اخ ايمن، ربي يباركك، تسبب بركه كبيره لحياتي انا شخصيا. ربي يباركك، انا متابع الحلقه من البدايه وقلبي يعني التهب. شكرا. وانا بسمع حديث مشبع بالمحبه الحقيقيه للرب. شكرا. والتكريس الحقيقي. قول لنا مشاركة يا أخي أيمن يوسف. أنا الحقيقة يعني عايز أقول لماريا، أنا إحنا بنشكر رب من أجلك لأنك نموذج مشجع معاصر لحد بيدي أحلى أيام عمره للرب ويستثمر حياته بدافع الحب للرب. تعبك يا ماريا ودموعك وتضحيتك وتكريسك ومحبتك المكلفة ليها عائد عظيم جدا وأرباح أبدية،
وانا بوافقك يا جون انه الحلقه دي تكون بتنشئ وادع مقدس يا رب حقيقي يا رب، وتقدير لقيمه النفوس اللي مات عنها المسيح، وتوصيل بشاره النعمه لكل اللي حوالينا، اللي مات عشاننا يستحق اننا نعيش عشانه. هللويا، شكرا يا اخ ايمن. يا ماريا للعمل اله عظيم هيكمل معاك ويبارك ثمر خدمتك يا رب. تثمري الغالي من اجل الاغلى اللي هو الرب. انا بعتقد كمان يا خايمن انت برضك من الامثله المشرفه، خايمن يوسف والاخت نيفين من الاسر اللي كانت بمثابه حضانات لخدام كاسرين. انا بشكر رب لاجلك يا خايمن انت والاخت نيفين ولاجل خدمتكم العظيمه، الرب يبارككم ويكافئكم. شكرا لاجل المشاركه الجميله، بصراحه حاجه تشرف خدام وخادمات يرفع الراس. انت كنت لسه بتقولي كلام مهم جدا جدا، ان القيمة مش في الممتلكات، ولا القيمة في زواجة كويسة، ولا القيمة في عمارة، ولا القيمة في شغلانة، ولا القيمة في سفرية، لكن القيمة في ان انا اكون زي ما قال الرسول بولس كده في رسالة افسس، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. هو سبق واعد، احنا دورنا ايه؟ دورنا بكل بساطة ان احنا نعيش الدعوة والمشيئة اللي الرب وجدنا فيها. ايه رأيك يا ماريا في الكلام ده؟ تقولي لنا ايه؟ يعني ده حقيقي، وان كان في مرات بيتطلب مننا ان احنا نتنازل عن حاجات، مرات دعوة الرب وخدمته والطريق اللي هو اعده، الاعمال الصالحة اللي سبق وعدها لكي نسلك فيها، بتبقى محتاجة مننا شوية تنازلات عن بعض الامور اللي مش هتبقى متوافقة مع الدعوة دي، وده بيبقى امتحان. هتسيب ولا مصر انك تكمل زي ما انت باللي عندك؟ يعني انا بشوف انه حقيقي شخص الرب هو الحاجة الوحيدة وهو الحد الوحيد في الوجود وفي العمر اللي ما ينفعش نعيش من غيره، بس اي حاجة تانية ينفع جدا نستغنى عنها. يعني انا عايزة اقول ان انا في حاجات كتيرة قوي بالفكر بتاعنا مش عارفة جبناه منين، يعني الفكر الشرقي ولا الإنساني الطبيعي، إنه في أمور ما ينفعش نستغنى عنها، ما ينفعش نعيش عنها بدونها، ما ينفعش أعيش مثلا بدون كهرباء، ما ينفعش أعيش بدون ما يكون عندي وضع مادي معين أو وضع أكاديمي معين أو مستوى مش عارف إيه معين أو وسائل ترفيه معينة. لا، بينفع كل حاجة تتساب، بينفع كل حاجة تتساب. أنا مش عايز يفوتنا يا ماريا، إحنا ممكن جنوب السودان يكون حد يعني بيتابعنا، فهسه أنتِ تقولي لينا رسالة لإخواتنا في جنوب السودان، تقولي لهم شنو، وتقولي باللغة بتاعهم اللي بيفهموها، اللغة حقهم، تمام؟ تفتح القلب بتاعك كده وتخلي الناس اللي بيشاهدونا هسا يعملوا شنو، القلوب بتاعهم تتفتح ويعرفوا ان ماما ماريا، انت سامعني من جنوب السودان، ماما ماريا هسا هتقول لك موضوع مهم شديد. ان كنت زول جنوبي وعايش في اي مكان في العالم، هسا ربنا مرسل لك رسالة، ما تمرك يمين ما تمرك شمال، خليك جنب الشاشة واسمع ماما ماريا هتقول لك شنو. هو ده شمالي شوية يعني، بس أنا هقول جنوبي بقى. خليك أنت في الجنوب. يعني أنا داير أوري لكل زول من جنوب السودان أنه أو بيكون الحياة في جنوب السودان إن بعين أنه ما في حاجات كتير، أكل كويس ما في، مية كويس ما في، وسيلة إن بيجاني فوق ومرتاحين ما في، لكن يسوع والكلمة بتاعه زي ما هو يسوع كلم قال إنه ما بالإيش براو الإنسان بيكون حي، لكن بكل كلمة بيطلع من خشمة بتاع ربنا. كل كلمة ربنا بيكلم لنا في البايبل والحياة مع ربنا وحضور بتاع ربنا في الحياة بتاعنا وبركات بتاعه، ده أي حاجة اللي أنت داير الحياة بتاعك، أنت ما داير حاجة تاني. زي ما احنا كنا بنتكلم شوية، الأكل والشرب والحاجات دي بسهولة قوي ينفع نعيش من غيرها. ناس كانت بتقولي انت ازاي هتعيش في مكان مفيش كهرباء، ازاي هتعيش في مكان مليان بالحرب وبالصراعات ومفيش امان ومفيش، بس شخص الرب كافي جدا 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 حقيقي. ليس بالحياة المريحة وحدها يحيى الانسان، وليس بالاكل الكويس وحده يحيى الانسان، وليس بالكهرباء وحدها يحيى الانسان، لكن بكلام الرب وبالحياة مع الرب اللي فيها عناق مع شخص الرب، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش نكمل حياتنا عوجا من غيرها. عوجة نافي. انا نفسي كمان، مش عايزين الوقت بيجري على فكره، الحلقه يمكن فاضل لها ربع ساعه بس، ساعه ونص عدوا بسرعه غير عاديه. انا نفسي ما تعديش علينا الفكره ديت بدون ما نفسي، وانت بتسمعنا دلوقتي ده وقت القرار،
سمعت كلام حلو، ويمكن بتدي تقرير عن المضيف وتدي تقرير عن المضيفة. سيبك من كل الحسابات دي، نفسي النهاردة تفكر معايا بس كده. أخت فاضلة الرب رتب بطريقة معجزية أنها تكون معنا النهاردة، ودي مش طريقة يعني أنا مش طريقة طبيعية، دي طريقة إلهية. أنا رب رتب أنها تكون موجودة في التوقيت دوت وتسمع حضرتك الكلام ده. يمكن مش مستمتع بحياتك، يمكن مش حاسس بثمر في خدمتك، يمكن مش حاسس بتأثير إلهي، تأثير على جد ربنا، تأثير على جد إمكانيات ربنا، يمكن مش حاسس بده في خدمتك. أنا نفسي تسمع معنا ترنيمة. الترنيمة دي عاملة عندي حالة كده، كل ما أحس أن أنا اتطفيت روحيا، وكل ما أحس أن أنا كده يعني عايز يعني جرعة تشجيع، أسمع الترنيمة روح الرب علينا. فنفسي الرب النهاردة كده حط على قلبك الوجع والتقل اللي كانت بتحكي عنه ماريا. نروح للترنيمة، واوعى تروح بعيد، هنكمل كلامنا وفي اختبار رائع بينتظرنا بعد الترنيمة، ما تسيبوناش. روح الرب علينا أرسلنا لنعلن خلاص، لنفتح عيني الأعمى باسمي ونطلق أسر الشيطان. قد جاءت أيام الحصاد لنجمع ونحص الثقود، الظلمة تغطي الأمم لما علينا فيشرق نور. هو ذا يركب السماء يشرق كالشمس في ضيائها، صوت كالمياه عينا تلهمنا، آتيا بالمجد لينصرنا. هو ذا يركب السماء يشرق كالشمس في ضيائها، صوت كالمياه عينا تلهمنا، آتيا بالمجد لينصرنا. أرسلنا لنعلن، لنفتح عين باسمي ونطلق أسر الشيطان. قد كانت أيام الحصاد لنجمع ونحص الثقود، الظلمة تغطي الأمم أما علينا فيشرق نور. هو يشرق كالشمس في ضيائها، صوت كالمياه عينا تلهمنا، آتيا بالمجد لينصرنا. هو ذا يركب السماء يشرق كالشمس في ضيائها، صوت كالمياه عينا تلهمنا، آتيا بالمجد لينصرنا. السماء يشرق كالشمس في ضيائها، صوت كالمياه عينا تلهمنا، آتيا بالمجد لينصرنا. هو ذا يركب السماء يشرق كالشمس في ضيائها، صوت كالمياه عينا تلهمنا، آتيا بالمجد حصاد كثير. صراحة الحصاد كثير. أنا عارف إن قلبك ولع بعد الترنيمة الجميلة ديت، قال المسيح الكلمات الرائعة ديت. الحصاد كثير، لكن الأزمة مش في الحصاد. الحقول قد ابيضت، النفوس جاهزة بس منتظرة الحصادين. يا رب تكون واحد من ضمن الحصادين. نروح لتليفون يا ماريا ونرجع نكمل كلامنا. أخونا بهاء من أسيوط. أخونا بهاء خادم الرب. يا أخي جون يا غالي، يا أخويا بهاء بدري، يا خادم الرب الجميل من أعز أصدقائي الأوفياء. الله يباركك يا رجل الله. أنا دايما كده يعني حتى وأنا
واحد معاك قلب بيولع من محبة المسيح اللي جواك، ودلوقتي قلب اتوجع فعلا. شكرا. من خلال الحلقة الجميلة المميزة اللي مليانة بحضور الرب. الرب يباركك يا خلاها. بشكر الرب لأجلك يا أخويا جون في كل مكان مستخدم، الرب يباركك جدا جدا. وبشكر الرب لأجل الحلقة المميزة اللي مليانة بحضور الرب. بشكر الرب لأجل أخت ماريا وعمل الرب فيها الواضح جدا. صدقني حلقة مليانة بحضور الرب وعطشتنا أكتر لحب المسيح. هللويا. أخويا بهاء بدري، أنت بصراحة أنت كمان الرب أرسلك من 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 أسبوع بالظبط أخويا بهاء اتفرغ للخدمة مع جمعيات خلاص النفوس. أنت مرسل والرب أرسلك لعمل عظيم جدا وربح نفوس كثيرة جدا في جمعيات خلاص النفوس. ربنا يباركك يا أخويا بهاء، أنت صديقي الغالي اللي دايما لما أحس كده أنا عايز باور روحي أروح أصلي معاك. الرب يباركك، شكرا لمشاركتك الجميلة. الرب يباركك يا اخويا بهاء. نرجع لموضوعنا تاني. ناس مشجعه بصراحه ونماذج مشرفه. الرب يعني ليه نفوس، ليه شهداء امناء في اماكن كتيره في العالم وفي مصر. توافقيني في الكلام ده؟ طبعا. قبل ما ناخد تليفونات تانيه، نفسي في دقيقه بالظبط كده عايزك تبص للكاميرا وتدينا رساله للكنيسه. ايه اللي انت شايفه ان الكنيسه محتاجه له في الايام دي؟ يا ترى محتاجين تعليم اكتر، ولا محتاجين انشطه اكتر؟ الكنيسه محتاجه لايه؟ هتفضل الكنيسه محتاجه تعليم اكيد، بس مش عارفه بقول يمكن من واقع حد طلع لاماكن محتاجه قوي قوي روحيا. حقيقي ترنيمه الاطفال اللي بتقول اللي عندك حلم كبير لناس كتير، انا عايزه اطبق الكلمه دي بطريقه روحيه. اللي عندنا في مصر حلم كبير قوي 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 لناس كتير قوي، اللي احنا محتاجين ليه الايام دي اننا نتحرك بره دوائر راحتنا. محتاجين نتحرك، محتاجين نخرج بره دوائر راحتنا، محتاجين نبص مع الرب بعينيه للعالم، لعالم مكسور. ابليس امتلك مش بس نفوس، لكن امتلك بلاد كامله. في بلاد كتيره كنت بزورها في جنوب السودان وبقول البلاد دي العدو دخل وقفل الباب وراء ابواب بلاد موصدة تماما. السحر منتشر لأقصى حد، السكر منتشر لأقصى حد، الأمراض رهيبة، الوفيات المعدلات مش طبيعية، معدلات مش معقول. بس اللي الرب النهاردة عايز يرسلنا ليه، اتحركوا للأماكن دي، اتحركوا للأماكن دي. ده دورنا النهاردة، نطلق أولادنا لو أباء وأمهات بيسمعونا من المشاهدين، اطلقوا أبنائكم ما تخافوش عليهم. خافوا عليهم لو ما طعوش دعوة ربنا لحياتهم. خافوا عليهم لو فضلوا في دوائر راحتهم وعايشين حياة مش مؤثرة وحياة ملهاش معنى. اوعوا تخافوا عليهم لو حطتوهم على المسبح للرب. دي الحياة اللي مليانة معنى ومليانة تأثير، دي الحياة اللي ربنا يكسب من وراها نفوس كتير قوي 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 في المنطقة بتاعتنا وفي بلادنا. النهاردة العدو حط ايديه على بلاد كتير قوي، والبلاد دي مش هترجع والنفوس دي مش هترجع للرب الا لو مؤمنين اتحركوا. كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ هللويا. وكيف يسمعون بلا كارز؟ كيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ الناس محتاجه النهارده ناس تعبر اليها، الكنيسه محتاجه تتحرك النهارده وتخرج خارج الاسوار. حرقنا. ونبص مع الرب على النفوس بعينين النهارده. نقول يا رب عايزين نشتغل معاك، عايزين يا رب نشوف اسوار عاليه بتقع، عايزين يا رب نشوف حصون العدو بناها بتنهار النهارده. يا رب الكنيسه تسترد دعوتها تاني. كما ارسلني الاب ارسلكم انا. انا عايزه اقول يا جون ان ده حقيقي اللي ربنا متوقعه مننا ككنيسه في مصر. أيوة. اكتر بكتير قوي من اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل اقل بكتير قوي من اللي ربنا متوقعه، والاحتياجات اللي موجوده في الحقول حوالينا اكتر بكتير قوي من اللي احنا بنعمله. احنا اللي بنعمله قليل قوي، التحركات ما زالت ضعيفه وبطيئه وقليله، واللي ربنا متوقعه مننا ان الريت يبقى اعلى من كده بكتير. نخرج اسرع ونخرج اكتر وما نحسبهاش كتير، لكن نتحرك ورا الرب ببساطة الإيمان، والرب هيعمل مننا معانا أمور لم نتوقعها ما نحلمش بيها. معانا تليفون أخونا عادل من المنيا، تفضل. معاك يا فندم. اتفضل يا أخ عادل، أنت معانا على الهوا. خادم الرب الأخ جون والصديق العزيز. أهلا بيك يا أخ عادل، أهلا وسهلا. عادل فتحي ملاوي يا أخ جون. أخوي عادل رب يباركك، خادم الرب الأمين الجميل. الرب يحفظ حضرتك انت والاخت ماريا ويباركك. الرب يباركك، اهلا بيك يا اخ عادل، اتفضل قول لنا مشاركتك. مشاركه سريعه المقوله اللي قالها جيم اليوت
ليس نبيا من يعطي من لا يمكن أن يحتفظ به لكي يربح من لا يمكن أن يفقده. تمام. أنتوا أبطال وكررت حياتكم للرب وبنتعلم منكم والرب يستخدمكم من مجد المجد والرب معاك. يا أخي عادل الرب يباركك وأنت بطل والرب بيحركك في أماكن كتيرة يمكن في ناس كتير مش مسموع عنهم على فكرة. الرب يباركك أخي عادل بجد. أنا بشكر الرب لأجل خدمتك ولأجل الخدمات اللي الرب بيستخدمه فيها في قرى محرومة وفي أماكن صعبة كتير. ربنا يباركك أخي عادل. لكن عايز أتكلم كمان عن ناس استوفوا أجرهم. الناس اللي دول عايزين الأماكن اللي فيها متشافين وفيها تسقيف وفيها تشجيع لكن في ناس كتير الرب بيستخدمهم. نروح لتليفون تاني. الأخ رامي ألفي خادم الرب الأمين الراقي. ما فيش مشكلة التليفون قطع. نرجع لكلامنا الجميل ده. يعني بصراحة أنا كنت بفكر فكرة من كام يوم كده، كنت مستغربة قوي ليه الشر عارف يهز العالم بس الحب معرفش يهز العالم. ليه الكنيسة مش عارفة تقدم النهاردة محبة تهز بيها العالم وتلفت أنظار العالم كله زي ما الشر النهاردة عامل. الشر والظلمة مخلية كل الفضائيات بتتكلم عنها، كل الصحف، كل الجرايد، كل التلفزيونات بتتكلم عن اللي بيعملوا الشر والشرير. طبعا هو اللي خلف الشر، بس الكنيسة مش عارفة تبقى مؤثرة التأثير ده. صحيح. مع ان دايما كنا بنتعلم انه الحب اقوى من البغضة. صحيح. والنور اقوى من الظلمة. صحيح. بس رسالة العالم ورسالة الشرير النهاردة ملفتة قوي قوي قوي. أيوة. وهز العالم قوي 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 ومخلية كل الانظار عليها قوي قوي والقلوب مرتعدة قدام. أيوة. اللي بيقدمه الشرير النهاردة. بس مش عارفين احنا ككنيسة رغم ان اللي عندنا اقوى بكتير قوي. الذي فينا اقوى من الذي في العالم. ده حقيقي. وزي ما قاليش عقال انه افتح عيني الغلام عشان يشوف ان اللي معانا اكتر من اللي معاهم. ده حقيقي. بس احنا الصوت خافت قوي وما زالت الرسالة ضعيفة قوي قوي. كأننا بنقدم رسالة يعني ضعيفة. لكن احنا عايزين نقدم رسالة مؤثرة وعايزين نقدم رسالة قوية الايام دي. يا ماريا ربي يباركك. حقيقي انت مثال مشرف لحد يعني عارف يقول الرب حاضر. و انا واثق ان انت مش يعني عايزه توصل للناس ده كمان. انت مش حاجه سوبر يعني ما عندكيش امكانيات فولاذيه. انت ضعيفه جدا بس كل اتكالك على الرب فقط. بس انت قلتي للرب حاضر يعني بكل امكانياتك البسيطه كبنت شرقيه كبنت وحيده في اسره. انا اعرفها الاخ الفونس وشركه حياته الراعين فرصه ان احنا نشكرهم ان هم اطلقوكي للخدمه. فالحتة اللي أنا عايز أقولها بقى وأركز عليها إنه اللي عمل الله في حياتك دي أصابع الله العظيمة. لو أنا أديت لربنا فرصة وقلت له حاضر حتى لو مش فاهم كل حاجة وحتى لو الطريق قدامي صعب هقول للرب حاضر والرب هي هي هيبهرني باللي هيعمله بي. عايز بس نلم الكلام اللي احنا قلناه كله. علشان أحب الرب محبة مشبعة لقلبه لازم الأول أعرض حياتي لحبه اللي يعرف يحصرني. وزي ما قلت من شوية أنه اعترضها حمى الحب يحصرني. وبصراحة كده عشان نريح المشاهد ونريح أنفسنا مفيش مكان يولع قلبك إلا الصليب. خليني قرب الصليب حيث سال المجرى. الجلوس عند الصليب خطر على فكرة. خطر. هتنطلق للخدمة هتنطلق هتعمل حاجات ما كنتش ممكن تتوقع انك تعملها. هتدفع ثمن في الخدمة انت مش ما كنتش ممكن تتوقع. انا اعمل كده. انا ممكن اعمل كده. انا ممكن يطلع مني كده. انا ينفع اضحي التضحية دي قدام صليب المسيح. هتعرف تحب محبة مكلفة. لكن يا ماريا في النهاية كده انا نفسي ندي يعني زي رسالة فيها نلم كل الفكرة لرب كلامنا فيها. سواء عن محبة المسيح، سواء عن التكريس المشبع لقلبه، سواء عن بيدر أرونا اليابوسي الشخصية الرائعة اللي انت كلمتين عنها ومتعتينا بيها. والحكاية والقصة الأخيرة نفسي ناخد 3 دقائق و 4 دقائق في الصلاة لأجلنا ولأجل المشاهدين الرائعين اللي بيشوفوه. يعني الرسالة اللي في قلبي لكل مؤمن حقيقي إنه يصر على إنه يعرف قصد الرب من حياته. الحياة أغلى بكتير قوي قوي والعمر أغلى بكتير قوي قوي من انه يضيع هباء. خساره. ما كانش اوجدنا الرب من الاول افضل لنا 100 مره من اننا نوجد
في العالم اللي احنا موجودين فيه بدون رسالة. صحيح. لا تستحق الحياة انها تتعاش. لو هتتعاش بدون رسالة ما تستاهلش انها تتعاش. يعني قلتها احسن. بس احنا بنستسهل. احنا بنختار دايما الطريق المختصر. انا عايز ابقى مأمن حياتي، مأمن مستقبلي، مأمن اولادي، كل الامور تمام، ومقتنع انه هي دي المتعة، هو ده الشبع، هو ده الامان. بس الحقيقة ان احنا محتاجين نكسر القالب ده ونسأل الرب سؤال صادق من قلوبنا: ماذا تريد يا رب مني أن أفعل؟ وأيا كانت التكلفة، وأيا الرب مش هيتكلم لو لقي إن قلبي مش عايز. الدعوة حاجة غالية قوي قوي قوي. لو قلبي عايز لي مش لي مش للرب، لو قلبي أناني، لو قلبي مش هيطيع، الرب مش هيتكلم. هيفضل يتعامل مع قلبي الأول لغاية ما يوصلوا لمرحلة الطاعة، وانه يكسر الاراده البشريه دي عشان تطيع. صحيح. الاراده الالهيه، وبعدين يتكلم. بس الدعوه تيجي على ارض مجهزه، على قلب اخضع رب. بالفعل للمشيئه الالهيه. الدعوه تاتي على ارض مجهزه. لما امتى الرب عرف يتعامل مع ابراهيم؟ لما ابراهيم كان عند باب الخيمه، عند باب مستعد يسمع صوت الرب، قلبه مهيئ، اراده مخضعه. لكن الفكره كمان انا عايز اقولها، المفروض اللي هيعمل كده يبقى هو فاهم ان هو رايح يقدم للرب، هو مش بيدي للرب حاجه، هو بيمن على الرب بيها، او بيقول للرب يعني انا بدي لك، يعني انا يا رب شوف انا. ده الطبيعي، انا مش بتاعي انا بتاعه. وانا بكون نروح لتليفون في ثواني ونختم مع بعض الحلقه. التليفون الاخير، اتفضل. مايكل من المنيا، اتفضل. اخونا مايكل اتفضل، انت على الهوا. اخويا جود، اهلا بيك يا اخويا مايكل. حبيبي يا رجل الله، يا خادم الرب الجميل. اخويا مايكل عجيبي ده لسه راجع من السودان طازه سخن، يعني كده لسه فريش. بص يا اخويا جود واخت ماريا، اهلا بيك. عايز اقول بصراحه الشاشه بتطلع سهام بتختار القلوب. هللويا بجد يا اخويا جون، حلقه اشعر بحضور الرب بقوه. شكرا شكرا. الرب عاوز يشجع كمان اخت ماريا، وعايز اقول لاخت ماريا كلمتين يا اخويا جون. اتفضل معاك. هي يمكن اخت ماريا كتاب بيقول عن كده عن الناس انهم اخرون اولون، هي دي ماريا. هللويا. يمكن ما حدش كتير يعرف ماريا، لكن السماء هتكشف مين هي ماريا الفونسو اللي دفعت ثمن غالي. هللويا. واحنا بنصلي لها واحنا دون حاجه بسيطه في السودان، وهي عايشه طول عمرها هناك ودفعت تكلفه. انا عايز اقول ان يسوع وحده يستاهل ان احنا ندفع الثمن، لانه مات لاجلنا على الصليب. يا حبيبي يا اخ مايكل يا جميل يا صديقي الجميل، بصراحه اخويا مايكل ده لسه فريش، ده يعني اخويا مايكل خادم الرب اتفرغ للخدمه بس من شهرين، ويا عيني من اول ما بدا خدمه قلت له يلا على مركز التدريب على جنوب السودان، فراح على طول على الخدمه، والرب استخدم استخدام عظيم وربح نفوس يعني كثيرة للمسيح. أشكرك أخويا مايكل، ربي يباركك ويستخدمك ويطلقك أكثر وتكون أكثر تأثيرا وأكثر إثمارا في خدمتك. إحنا للأسف الحلقة أوشكت على انتهاء لحظات. أنا نفسي نختم الحلقة وإحنا رافعين إيدينا وبنصلي لإخواتنا اللي على حياتهم دعوة لحد النهاردة مش عارفين يعيشوها، إن الله متكلم لحياتهم بحاجات خاصة وأماكن فاضية في الخدمة بسببهم، وحاجات مسببة أزمة للكنيسة بسببهم. نفسي الرب، أنا مش هصلي لكن أنا نفسي يعني حضرتك هتصلي وأنا هشاركك بالروح كده في الصلاة، يعني هنرفع قلوبنا لأجل أن الرب يطلع الناس دي من الجحور ويطلع الناس دي من دوائر راحتها وتنطلق للدوائر الأريح في مشيئة الله والأمتع والألذ في مشيئة الله. تفضلي تعالي نصلي. يا رب بنبارك شخصك، يا رب بنبارك حضورك، بنبارك قلبك يا رب ومحبتك يا رب المتقدة ناحيتنا طول الوقت يا رب، وانت يا رب بتبكي على الكنيسة يا رب، وانت في قلبك ان الكنيسة تطلق يا رب بقوة اكتر من كل وقت فات يا رب، وانت في قلبك النداء يا رب اللي زي ما اشعيا بيقول كده: من ارسل ومن يذهب من اجلنا. يا رب بشكرك يا رب لانه ناس كتير يا رب، قلوب كتيرة تقول لك كده: ها انا ذا ارسلني. نفسي يا رب الصوت اللي قطعته يا رب، يا رب من 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 الاف السنين يا رب، وجيت علشان على ارضنا عشان تصنع قصة حب
عجيبة وقصة خلاص وفداء عجيبة. يا رب أنا بصلي النهاردة يا رب أنه قلوب كتيرة تخضع ليك يا رب، قلوب كتيرة يا رب تتفتح يا رب لندائك النهاردة. بصلي يا رب أنه كل أمور في العالم يا رب مكلبشة يا رب على حياتنا، ويا رب أمور إحنا قافلين قبضة إيدينا عليها، أنا بصلي يا رب افتح قبضة إيدينا النهاردة، نرفع إيدينا من على أمور كتيرة في العالم يا رب. نعرف أن الشبع الحقيقي والرضا والقناعة يا رب الحقيقية هي هنلاقيها بس معاك، هي هنلاقيها بس وإحنا بنطيع صوتك يا رب. إلهب قلبنا من تاني ناحيتك يا رب، ولع قلبنا يا رب بمحبتك، اعدينا بمحبتك يا رب، نحبك بنفس المحبة اللي أنت قدمتها علشان على الصليب يا رب. إحنا بنحبك لأنك أنت حبتنا الأول يا رب. بصلي النهاردة شباب كتير قوي يا رب، شباب كتير قوي تطلق لحقول كتيرة يا رب، حقول كتيرة في مصر يا رب وخارج مصر يا رب، في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية يا رب، في محيط كنايسنا أو حتى خارج الكنايس يا رب. اطلق لمناطق يا رب العشوائيات، لأطفال أيتام يا رب، الأطفال مشردين، لأسر محرومة، لمناطق يا رب لسه نور الإنجيل لغاية النهاردة ما دخلهاش يا رب، لسه رسالة الإنجيل ما وصلتش لغاية النهاردة، بس بنصلي يا رب إنه الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا. بصلي النهاردة بنورك يا رب، بنورك نرى نورا، بنورك يا رب تنور نور جديد يا رب قدامنا عشان نشوف الطريق وراك يا رب، ونتبعك نتبعك يا رب. كل قلب فينا يقول لك كده، أتبعك يا سيد أينما تمضي، أتبعك يا سيد أينما تمضي. نادي على قلوبنا المتجمدة النهاردة، نادي على قلوبنا المتجمدة عشان قلبنا يشبط فيك وفي إرادتك يا رب، ونقول لك لن أطلقك، لن أطلقك يا رب. كل قلب فينا لا يطلقك يا رب إن لم تبارك. يا رب ارسلنا، ارسلنا لحقول كتيرة يا رب. عايزين كنيستنا تبقى كنيسة مرسلة، مرسلة لكل العالم يا رب. كل العالم منتظر من الكنيسة اللي في مصر انه يبقى في وافد بيخرج، ومرسلين كتير قوي وخدام كتير قوي بتخرج برسالة الانجيل يا رب، لالاف يا رب وملايين من النفوس يا رب اللي بتضيع كل يوم يا رب. ارسل ارسل بيد من ترسل يا رب، في اسمك احنا بنصلي. امين امين امين. الحلقة خلصت بسرعة، وبشكر رب جدا لأجل أختي الرائعة مريا، ولأجل كل بصمة الله عملها في حياتك، ولأجل كل رسالة قوية وصلت من الرب ومن خلالك لكل مشاهد. أنا شخصيا الرب باركني على المستوى الشخصي. هنقول لكم إلى اللقاء، لكن انتظرونا في حلقات جاية أمتع وأروع في برنامجكم الجميل نرى نور. الرب معكم.